بعدما نفت خبر اعتقالها، النيابة العامة تقرر متابعة الفنانة المغربية كريمة غيث. تتابعوا التفاصيل. مثلت صباح يوم الخميس 18 أبريل الجاري الفنانة المغربية كريمة غيث أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاشتباه في تورطها في إهانة رجل من مطار مراكش، ما أدى إلى توقيفها من طرف شرطة مطار المنارة الدولي بمدينة مراكش. تم اقتياد المعنية بالأمر إلى الدائرة 18 وتم تحرير محضر في المنسوب إليها قبل عرضها أمام أنظار النيابة العامة المختصة. وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعة المغنية المذكورة في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 5000 درهم، وحددت لها جلسة 2 ماي الجاري كأول جلسة لبداية محاكمتها. ويشار إلى أن المغنية المذكورة كانت قد نفت خبر توقيفها جملة وتفصيلا في تصريح لكيش 24، وأكدت أنها قضت عطلة العيد رفقة أسرتها، والإشاعة التي اتضحت اليوم أنها حقيقة اعتبرتها المعنية بالأمر مجرد خبر مفبرك من طرف مواقع إلكترونية لا تتعامل معها وتتحفظ عن التصريح لها. كان بكي هتغنخلك انتي وخوك وسيفغيت بسيط.